كيفاش كتعرف ان احنا دابا الاغلبيه تاع المبتلين ما عندهمش شي دخل قار ولا عندهم شي شهريه ولا شي حاجه اه كيخدموا الفن فقط ملي كيخدموا راه كيتخلصوا ملي ما كيكونش خدامين راه جالسين ما عندهم زعما شي مدخول ملي كيعيشوا منه الوقت اللي ما كيكونوش خدامين ندب دابا ملي بدات هاد الجائحه وحنايا ما ما خدامينش ما كاين اللي شي علينا ما كاين اللي خسر علينا حتى التليفون عرفنا واش حنا عايشين ولا ميتين وشنو كاين لا نقابه لا وزاره الثقافه لا حتى شي حاجه حتى الدعم اللي خرج راه ما خداوش كاع الناس راه خداتو غير واحد الفئه اللي تنفعوا به اما هو الدعم كان خصو يتعطى لجميع الفنانه باش كل شيء يستافد وكل شيء يكون بخير وعلى خير هذا آه هو المشكل اللي كيعيشوا الفنان لانه خدم يتخلص ما خدمش ما يتخلصش لانه ما عنده قوانين ما عنده حتى شي حاجه اللي كتحميه للاسف الشديد هو كيف كتعرف اننا كنعيش في دار الوراثه ديال الوالديه <applause> آه، والديه ماتوا ولو ان هذا الدار كيف كتشوف ماشي ما ما حتى حاجه ماشي شي دار زعما مبنيه آه على الصح ولا شي حاجه صافي لان ما مطرمات ترمات ورشات وطاح واحد السقف الشتاء اللي شتالي كانت الشتاء بزاف طاح بزاف ديال السقف من ديك البيت الاخرى والوسط ديال المرح كيسيل كي وكيف كتعرف ان مني كيموتوا الوالدين كيبان لك كل واحد على حقيقته الخوت كيبانوا على حقيقتهم كتعرف الصحاب شكون اللي صاحبك شكون اللي ما صاحبك شكون اللي معك الشده شكون اللي كيجي واسيك المشكله انا ديالي كان مع اختي للاسف اختي وحده اللي ماشي خواتاتي كاملين بخير وخويا ولكن اختي وحده هي اللي كان ليا مع المشكل المشكل بدا بواحد الماكينه ديال الصابون جابتها ليا حد اختي وما عرفتش انا كيفاش نخدمها وديك كنت انا خدامه وكنقول أختي قول لها توري كيفاش ناضت بنتها قالت لك لا انت اللي خصك تجي لك كيفاش هذا هو المشكل المشكل بدا ما كاين الصابون من بعد هي اتصلت اختي بخويا قالت لي انا غادي نمشي للدار قال لها سعاد ما كايناش الدار قالت لي لا ما لقيتهاش غنفرعها وفعلا داكشي اللي دارت جات لقات هنايا الدار واحد جارتنا هنا هي قبالتنا هنايا جابت ولدها ومشاو جابوا السوار مول السوارت وفرعوا الباب ودخلوا هي وبنتها وخداو واحد البيت راه هو كتشوفو مسدود ومن بعد جابت لي الحوايج وجابت لي هذاك الشي وحطاته تما من بعد هاد اختي ما كتخلص لا ضو ولا ما مع انها تما دابا انها ساكنه ولكن من بعد ما بقات كت... ما كتخلص لا ضو ولا ما كنجي انا كنكون مسافره ولا عند شي حد كنجي نلقى الدنيا مرونه والماء مكبوب من واحد النهار قلت لخويا هي راه دابا ساكنه خصها تولي تخلص قال لها راه خصك تولي تخلصي معاه الماء ضو له لا انا ما خلصت الماء هي اللي ساكنه انا كنجيها مره مره اش غادي نقول لك هاني تعذبت كثير انا بزاف اللي تعذبت لان اختي في سبيل الله كبرت لها الاولاد وكانت هي كتولد وانا اللي كنت كنربي انا اللي كنت كنطلع الوراق لاولادها انا اللي كنت كل شيء كنديرو انا هي ما كانت كدير والو كانت كطيب فقط ولكن للاسف ان ما ما الوقت اللي انا مات والديا وماتت الام ديالي اللي بغيتها تحن فيا ما حناتش فيا للاسف ما تبعت بنتها و وكتجي مره مره مني كتجي كتبقى تجلس حدا الباب وتبقى جارتنا هي ويا جالسين في الزنقه مع ان حنا الوالد ديالنا الله يرحمه كان صعيب بزاف وما كانش ما في الباب ما كناش نخرجوا للزنقه نهائيا وهي دابا ولات كتجي وتقابل مع جارتنا وقا بس وما جالسين حدا الباب اش آه غادي نقول لك زعما الانسان اللي عنده والديه خصيت الله في والديه و وما يهملهم شو بحال اللي شوفوا دابا للاسف الاولاد كيصيفطوا والديهم دار العجازه لان الوالدين كيمشيو كيمشي وكيمشي لك كل شيء وكتعرف كل واحد على حقيقته حتى داك اللي كيقول لك انا كنبغيك وهذه الوقت الحزه كتعرفو نيت فعلا واش كيبغيك ولا ما كيبغيكش اش غادي نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل هذا الشيء اللي الحمد لله على كل حال انا كنقول الحمد لله على كل حال اني الحمد لله لقيت الدار وخايه ماشي دار مصلوحه وما# تلهي ولكن الحمد لله كنقول ساتراني وحمد الله وشكرا اللي كاين كنقضي بيه اللي كاين كناكلو اللي كان, كان, آكله, اللي كان آه في الجائحه لقيت الاصدقاء ديولي لقيت الناس اللي قراب ليا هما اللي كيوصلوا ولو عليا لقيت الجمهور المغربي اللي كيبغيني من أعماق القلب ديالو انه يسول عليا داخل المغرب وخارج المغرب كانوا كيواسيوني وكيقولوا لي سعاده شنو خاصك سعاده شنو هذه ودائما كانوا كيسولوا عليا وكنشكرهم بزاف اش غادي نقول لك انا لو كان ما كانوش الاصدقاء الاصدقاء ديولي كيف قلت لي كون الناس اللي اللي كاينين هنا واللي كاينين برا و... وجمعية الأمل اللي ترأسها السيدة الحاجة ناعمة كمال وهادو الناس اللي كنخدم معاهم في الجمعية ديالهم والجمعية ديال يزيد أبو صابون في المحمدية نهضة زناتة والناس اللي كنعرفهم الاصدقاء ديولي كل ما نلقاش انا باش نعيش لاني ما عنديش شي دخل قار ما عنديش شي شي مشروع باش كنعيش ما عنديش لو كان ما لقيتش هاد الناس اللي واقفين معايا لحد الان والله ما نلقى باش نشري تا خبزه تاع 24 ريال ولكن الحمد لله الحمد لله كنقول ربي كبير وانا من الناس اللي ما كان ل... إن... 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 ما كيجينيش الياس دائما كنقول ربما غدا يكون احسن من اليوم و... وحمد الله وشكره وكنقول اي حاجه جات واي حاجه دازت عليا راه فضل من عند الله سبحانه وتعالى هو انا فعلا درت واحد القناه ديالي دابا في اليوتيوب اللي درت لها سعاد الوزاني دواحه دو درتها اصلا درتها درتها لان بالطلب ديال الجمهور كيقولوا كي لي عافاك ديري شي قناه ديري شي قناه ودرتها وبطبيعه الحال لانها ديال اليوتيوب حل هذا بحال تقول مصدر العيش للفنانه وبزاف الناس لقاو فيه الراحه ديالهم كيقدموا الاعمال ديالهم يعني بادره طيبه كنشكروا عليها اليوتيوب اولا كنقول الجمهور ديالي المغربي اللي داخل المغرب وخارج المغرب اليوم بغيتكم تشوفوا رشيد شو لاني يعني انا ضيفه في رشيد شو نتمنى الحلقه ديالي تعجبهم وكنشكر جميع المغاربه اللي كاينين في المغرب وخارج المغرب اللي كيتواصلوا معايا ودائما كيسولوا عليا ودائما كيقولوا لي شنو اخبارك وكانهم عايشين معايا وكنشكر اي مسلم عربي مزوج بالمغربيه وكيتواصل معايا كنشكره في اي مدينه كاين اي دوله كاين كنشكر جميع المغاربه وكنقول لهم شكرا على التعامل ديالكم شكرا على الحب ديالكم وانا رهن إشارة ديالكم وانا ترى برجليكم وشكرا على داك الحب اللي كتعطيوني وعلى ديك الشهادات القيمه اللي كتقولوا في حقي كنعتبرها انا وسام على صدري وتاج فوق راسي وانا ترى برجليكم وحبكم واراكم كتهمني بزاف ونتمنى دائما يا ربي نكون عند حسن الظن ديالكم وربي ما يحشمنيش معاكم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونوا في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا